الجزائر الشقيق، الكابتن حكيم سبع، واحد من محللي الكره العربيه والجزائريه واللي الحقيقه بيمتعنا بتعليقاته. كابتن حكيم مساء الخير. مساء الخير استاذ، السلام عليكم، سلام لكل اهل انا عارف ان انت في اسبانيا، عارف انك في اسبانيا. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت الصوت يعلى شويه. لا يتحرك من المكان او تتحرك من المكان يا كابتن حكيم. اوكي صوت الصوت كده اوضح شويه. كابتن حكيم، تابعت تتويج الاهلي بالبطوله الافريقيه في دوري الابطال، انطباعاتك ايه؟ جديد ان انا كان او يعني في اسباب افريقيا ان في اربع سنوات عودت انه. طب الصوت ممكن تتحرك شويه يا كابتن حكيم؟ المكان اللي انت فيه محتاج تغيره. الحين سامعني كويس؟ كده كويس. قلت لك انه الاهلي في الحقيقه معودنا في اخر اربع خمس سنوات انه بداياته في ابطال افريقيا يكون يعني نوعا ما مقلقه ومخيفه نظرا لالتزاماته الخارجيه من كاس عالم للانديه والدوري المصري والبطولات الخارجيه. لكن دائما لما يوصل الى دوري المجموعات او الى الربع النهائي اكيد انه الاهلي من اقوى المرشحين، ان لم يكن اول مرشح في فوز بهذه البطولات. يعني والحقيقه تقال انه اغلى لقب للاهلي كان هذه السنه، لانه كان عنده عده قراءات وعده اعتبارات، اعتبار انه الموسم الماضي انهزم بطريقه يعني انا بالنسبه لي كانت بعض الشيء. تنقص من قيمه الاهلي او حق الاهلي في عمليه او طريقه التعامل مع الاهلي كنادي كبير، وكذلك رياضيا يعني انه الاهلي كان هو الاكثر حظا انه يكون بطل، لكن الحمد لله الامور رجعت الى نصابها والاهلي اخذ حقه مره اخرى وفي نفس المكان ومع نفس النادي من دون انقاذ من نادي الوداد الرياضي اللي هو كذلك نادي كبير من كبار افريقيا. لكن انا من منظوري الخاص الاهلي الان هو من يجب ان يتسيد الكره الافريقيه من كل النواحي، من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الرياضيه، من ناحيه التعامل، وحتى من ناحيه الرقي. الاهلي بطل دوري الابطال، واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه، والفريقان على كاس السوبر. كيف ترى المواجهه القادمه كابتن حكيم؟ والله العظيم انا اراها من منظور مباراه اخويه، يجب ان يكون تكون الروح الرياضيه هي السائده. حقيقه يعني اذا قارنا بين الفريقين اكيد انه الاهلي له الافضليه الخالصه والتامه، لكن في كره القدم لا ليست علم دقيق، اذا ربما تكون هناك مفاجاه من اتحاد العاصمه، خصوصا انه في اوج عطائه بمدرب كبير، بمدرب عنده خبره افريقيه كبيره، بمدرب قدر ان يحقق ما لم يحققه سابقه وهو انجاز تاريخي بالنسبه لاتحاد العاصمه. لكن انا عندي نداء للفريقين او للناديين او للشعبين، هو اتمنى رؤيه الفريقين قبل بدايه المباراه ان ياخذوا طوره جماعيه لتعزز العلاقه والاخوه التي بين الشعبين المصري والجزائري. هو ده اهم شيء الحقيقه، وانا احييك تماما على انك انت تشير الى هذه المباراه انها سوف تشهد وتعكس حقيقه العلاقات الطيبه اللي بين الشعبين، والشياطين بعض الشياطين حاولوا يعبثوا فيها ايضا من خلال الكره، ولكن لولا صلابه هذه العلاقه ما استردت صحتها بهذه السرعه وهذه القوه وهذه العافيه، وسوف تستمر من خلال لقاء الاشقاء اللي بين الاهلي واتحاد العاصمه وغيره من الاشقاء. وانا ساذكرك من سنتين كان هناك لقاء بين الاهلي المصري ووفاق الصيف الجزائري، وكانت مباراه اخويه ذهابا وايابا، وحتى انه وفاق الصيف ولو انه انهزم، ولا اقول خسر، ولكن انهزم في المباراه وخرج من البطوله على يد الاهلي، ولكن حتى في نهايه المباراه كانت هناك روح اخويه وتقبل، وحتى ان الاهلي المصري استقبل رئيس وفاق الصيف عبد الحكيم سراج، وكذلك هناك لاعب ولدنا بالطبيعه وهو ابن الاهلي الان بالتبني قندوسي. اذا انا اقول انه
أظن أن العلاقات الشعبوية والأخوية بين الشعب الجزائري والمصري، وحتى العلاقات بين النوادي الجزائرية خصوصا مع الأهلي المصري، فأظن أن تشيبها شائبة أو أن يمسها أي من كان، لأنها متجذرة من سنوات وسنوات. ربما تكون هناك بعض ما أقولش المشاكل، ولكن في الأخير تبقى تطفو إلى السطح العلاقة الأخوية، صفاء النفوس والمحبة التي تكون بين الشعبين. كمحلل رياضي كبير، كيف ترى قدرات أحمد قندوسي وما المنتظر منه مع الأهلي؟ والله العظيم شوف، احنا كلنا كنا ننتظر، ليس فقط انا او الجزائريين، ولكن كل المتتبعين كانوا ينتظرون انه في هذا النهائي، ونظرا لمجريات المباراه كانوا ينتظرون ان القندوسي كان يجب ان يدخل بمميزاته البوكس تو بوكس كلاعب يمكن يلعب على الطرف او يلعب يدخل في الوسط او يوصل بقوه الى الصندوق. لكن آراء فايلر، وهي كانت صحيحة بطبيعة الحال لأنه فاز باللقب، كانت هي الأصح. لكن أظن أن القندوسي لو أعطي أكثر ثقة، لو أعطي أكثر مباريات، سيبهر المصريين وسيكون من نجوم الأهلي المصري بإذن الله إن شاء الله تعالى. يعني ونحن نشكرك ونشكر الجزائر على هذا السفير الرياضي الرائع القندوسي الذي دخل قلوبنا جميعا وقلوب زملاء قلوب المصريين بخلقه وتواضعه وإخلاصه، وننتظر منه وتنتظرون معنا الكثير من هذا اللاعب الخلوق إن شاء الله. وأنا أشكركم على شرف الاستضافة، وأتمنى من القندوسي أن يكون خير سفير للكرة الجزائرية في مصر وفي نادي الأهلي، لكي يمكنه أن يفتح الأبواب للكثير 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 من المواهب الجزائرية التي لا تنتظر إلا الفرصة، خصوصا في نادي كبير يفتح أفق كبيرة ومستقبل كبير في كرة القدم وهو الأهلي المصري. شكرا جزيلا للكابتن حكيم سابع المحلل الرياضي الجزائري الكبير على هذه المداخلة وعلى هذا الإطراء في حق النادي الأهلي وهذا التتويج المستحق، وأعتقد كلها شهادات سواء التونسية سواء اللبنانية أو السودانية أو الجزائرية وغيرها، الحياة من كل الشهادات من الأشقاء تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، هي دي قيمة الأهلي وهي دي مكانة النادي الأهلي وهو ده تقدير المحترمين لبطولاته.